نبدأ عدد اليوم الجورنال بخبر عنوانه الإصابة تبعد لاعبا آخر عن الرجاء. وحدد الطاقم الطبي لفريق الرجاء الرياضي مدة غياب زكريا الهبطي على تدريب الفريق الأخضر 3 أسابيع بعد الإصابة اللي تعرض لها خلال الأسبوع الماضي. وكشف طبيب فريق الرجاء أن رشيد طاوسي مدرب الفريق الأخضر برمج حصة تدريبية لعرضية عشب اصطناعية في الأكاديمية الجديدة للنادي استعدادا للمواجهة اللي كانت جمعته مضيفو السريع واتسون الأمر اللي تسبب في إصابة زكريا الهبطي. ووضح المصدر نفسه أن الفحوصات الطبية اللي إجراها الهبطي أكدت إصابته بشمس عضلي ما بعد كيستوجب إراحته لمدة 3 أسابيع كاملة وغيرجع بعدها استئناف تدريبه ورفقة المجموعة الرجاوية. يذكر أن رشيد طاوسي أكد خلال الندوة الصحفية لثلاث مباريات سريع واتسون أن حميد أحداد عبد الله مذكور وجمال حركاس تعرضوا بدورهم للإصابة. قرار جديد للطاوسي بعد هزيمة الرجاء أمام سريع واتسون. وفي تفاصيل الخبر قرر مدرب فريق الرجاء الرياضي رشيد طاوسي عودة لاعبين النادي أجواء التدريب الخميس المقبل استعدادا للاستحقاقات القادمة. وكان مدرب النادي الأخضر منح لاعبيه 3 أيام راحة بعد المواجهة اللي خاضوها النصر الخضر ضد سريع واتسون الأحد الماضي، خصوصا أن الأجواء محيط الفريق أصبحت مكهربة بعد الهزيمة مع الجلب المطالبة برحيل مكتب مسير وبعض اللاعبين اللي ما عطاوش الإضافة. لاعب رجاوي يقرر مقاطعة التدريب إلى نهاية الموسم. وفي تفاصيل الخبر قرر عبد المنعم بوطوي مدافع فريق الرجاء الرياضي مقاطعة التدريب نهاية الموسم الرياضي الحالي بسبب غضبه من الطاقم التقني للفريق وعزيز العامري. ووضحت مصادر رجاوية مسؤولة أن بوطوي غضب بزاف بعد ما علم أن العامري أخبر مسؤولي الرجاء في اجتماع رسمي أن مدافع شباب محمدية ما كيستحقش حمل قميص الرجاء. ووضح العامري مسؤولي الفريق الأخضر أن المدافعين الحاليين الهدهودي الحداد وحركاس أفضل منه وما يمكنش لبوطوي مشاركة في مباراة فريق أخضر مستقبلا. وكان العامري دخل في خلاف مع بوطويل فترة إشرافه على تدريب جيش الملكي قبل ما يلتقي مجددا بالرجاء الرياضي. وقرر بوطويل انتظار نهاية الموسم الحالي من أجل العودة لفريق وشباب محمدية للحسم في مستقبله، علما أنه ما خاضش مباريات كثيرة في الموسم الحالي خاصة مع الرجاء إذ ما تمكنش في المشاركة في أي مباراة رسمية. الجامعة الملكية تتحدى الرجاء بسبب تأجيل الديربي. وكشف مسؤول بالجامعة الملكية أن المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي ما غيستجبش لمطالب جماهيره بالاحتجاج على العصبة الاحترافية بسبب عدم برمجة الديربي وتأجيله لحين إجراء الفريق الأحمر لمباراته في نهائي دوري أبطال إفريقيا. ووضح المصدر الجامعي أن مسؤولي الرجاء على علم مسبق بأن الجامعة والعصبة اتفقوا على تأجيل مباريات الرجاء الغريم وبركان في البطولة في الأسبوع اللي جراوا فيه مباريات العصبة والكاف بداية من دور الربع النهائي. وشار نفس المصدر لأن فريق الرجاء استفاد من هذا الامتياز في دور الربع خلال مواجهته الأهلي المصري، لذلك ما غيكونش مقدور مسؤولي الفريق الاحتجاج على العصبة الاحترافية. للمقابل أفضل اجتماع اللي عقدته العصبة مع الشركة الإسبانية المكلفة ببرمجة منافسات البطولة لتحديد يوم 19 يونيو المقبل كموعد إجراء مباراة الديربي ومنتظر باش يطالب جمهور الرجاء مكتب الفريق بالاحتجاج على التأجيل اللي من شأنه انه يضر بمصالح الفريق الاخضر خاصة انه غيتوقف على المنافسة لمدة شهر كامل. وكترفض جماهير ومنخرطين النادي فكرة تأجيل الديربي وكتطالب بمعاملة الغريم التقليدي بالطريقة نفسها اللي تعاملت بها العصبة الاحترافية مع فريق الرجاء في الموسم الرياضي الماضي، إذ رغمت النصر الخضر على لعب مباراة وسط الأسبوع قبل توجه البنين لخوض نهائي كأس الكاف ضد شباب القبيل الجزائري. زهير الواصلي يزيد من متاعب الرجاء. وفرضت لجنة النزاعات بالجامعة الملكية على فريق الرجاء الرياضي أداء مبلغ 18 مليون سنتيم من فريق الاتحاد البيضاوي الطاس بعد استفادة الفريق الأخضر من خدمات لاعبه السابق زهير الواصلي. وكان الواصلي انتقل للفريق الأخضر في عهد الرئيس الرجاوي السابق محمد بودريقة وانتقل بعد ذلك لفريق أولمبيك ريبكا، غير أن الفريق الأخضر ما أداش الاتحاد البيضاوي المستحقات العالقة في صفقة انتقال الواصلي ولجأ فريق الطاس لجنة النزاعات اللي قررت تغريم فريق الرجاء مبلغ 18 مليون سنتيم ويكون لزمن على الفريق الأخضر أداء المبلغ المذكور في غضون 45 يوم لتفادي حرمانه من التعاقدات الصيفية، مع العلم أنه عنده مدة 5 أيام لاستئناف القرار. وكان الواصلي من بين أبرز لاعبي فريق الرجاء الرياضي في فترة سابقة قبل ما يغادر الفريق الانتقال الأولمبيك خريبكا ومنه الأندية أخرى. استقالة موقوف التنفيذ لبعض أعضاء المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي. وبعد عدة اتصالات من المنتظر باش يتراجعوا بعض الأعضاء داخل المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي على الاستقالة اللي تقدموا بها الاثنين الماضي. وحسب مصدر خاص في الساعات القليلة الماضية شهدت اتصالات مكثفة داخل البيت الرجاوي بعد البلاغ الصادر على المكتب المديري، بحيث تم من خلاله الإعلان على عزم أعضاء المكتب المديري تقديمهم الاستقالة الجماعية بنهاية الموسم الرياضي الجاري. ورغم بلاغ المكتب المديري لفريق الرجاء إلا أن بعض الأعضاء قرروا وضع استقالة فورية دون انتظار
نهاية الموسم، وهو ما تم مقابلته بالرفض من طرف رئيس النادي أنيس محفوظ. ووضح ذات المصدر أن الأسماء اللي قررت المغادرة في وقت الراهن تلقت العديد من الاتصالات من أجل العدول على قرارها وعدم ترك فارق السيري خلال الظرفية الحالية وتأجيل المغادرة نهاية الموسم الكروي. ومن المرتقب باش يتخذ عضو أو عضوين قرار إيقاف التنفيذ بخصوص الاستقالة مع تأجيلها لما بعد نهاية الموسم من أجل الوقوف على كل الأمور اللي كتخص النادي إلى حين فتح باب الترشيحات. محمد بودريقة يستعد من أجل رئاسة الرجاء مجددا. وفي تفاصيل الخبر وبعد التصعيد اللي عرفوا المكتب مديري الفريق الرجاء الرياضي والاستقالات المتتالية اللي وصل عددها لتسعة واللي تقدر تساهم في إقالة محفوظ بقوة القانون، صبحات بعض الأسماء كدور في الواجهة. وحسب مجموعة من المنابر الإعلامية فمحمد بودريقة اسم مطروح بقوة من قبل بعض أعضاء المكتب والمنخرطين اللي طالبوا منه تسلم المهمة في الظرفية الحالية لإنقاذ ما أوجه الفريق الأخضر. في المقابل كيرفضوا بعض المنخرطين والجماهير عودة بودريقة لتسير فريق الرجاء وبروا قرارهم بأن الرئيس السابق هو سبب الأزمة المالية اللي أنا ومازال كيعاني من الفريق منذ موسم 2014، وذلك بسبب رفع كتلة الأجور وجلب لاعبين بمبالغ مالية كبيرة وفسخ عقودهم من طرف واحد، الأمر اللي خلاهم يلجؤوا للفيفا لمطالبتهم ومستحقاتهم. أنا زنيتي حارس الرجاء يعود للائحة المنتخب المغربي، وقرر الناخب الوطني فايدالي لوزيتش مدرب المنتخب الوطني الأول إعادة أنا زنيتي حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي للائحة الأسود بعد تألقه مؤخرا مع فريقه خلال مباراة البطولة الوطنية. وفضل علي لوزيتش استدعاء أنا زنيتي لحضور المباراة الودية اللي غتجمع المنتخب الوطني بالمنتخب الأمريكي في شهر يونيو المقبل، باش يكون بذلك الحارس الثالث بعد ياسين بونو ومنير المحمدي. وكان أنا زنيتي غاب على صف المنتخب الوطني الأول خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا لدارت أطوارها بالكاميرون في شهري يناير وفبراير الماضيين، وكيتعتبر أنس من بين أفضل الحراس اللي حملوا قميص الرجاء عبر التاريخ، وذلك بنظر المباريات الكبيرة اللي قدمها على المستوى الوطني والقاري ومساهمته في تشويج النصر الخضر بالعديد من الألقاب. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فيغ، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم. We'll be right back.